السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف ازاي نحجز تذكرة طيران بأقل تكلفة ممكنة وبطريقة سهلة جدا. تعالوا نشوف الطريقة. هندخل على موقع اسمه ويجو، تمام. بعد كده ندوس على أول رابط هيطلع معانا على جوجل، هيفتح لنا الصفحة دي زي ما انتوا شايفين، تمام. هتكتب هنا وليكن موقع جدة مثلا، مثلا للقاهرة. تحدد هل ذهاب وعودة، نفترض وان واي. تاريخ المغادرة مثلا ممكن تختار يوم، أي يوم مثلا معين على حسب اختيارك، على أو حسب ما أنت حابب بالظبط. وهنا دايركت فلايت أونلي لو أنت مش عايز ترانزيت، ولو عايز بالعربي من فوق ممكن تدوس بالعربي. وتضغط سيرش هنا البيمنت تايب، طرق الدفع، عايز ماستر كارد، مدى، بنك ترانسفير، كل شيء ممكن تعلم عليه لو انت حابب طريقة معينة للدفع. ممكن تعمل شو مور في بيبال، فيزا ديبت، كل حاجة، ابل باي، كل شيء موجود، تمام. ممكن تعلم عليهم كلهم لو انت حابب طريقة معينة. وابلاي، وبعدين تعمل سيرش. هيطلع لك هنا الخيارات المتاحة عن طريق العديد من شركات الطيران، وليكن هنا احنا مختارين اللي تشيبست، الأرخص، فظهر لنا هنا أول اختيار مصر للطيران. بس مصر للطيران هنا مش الاختيار الارخص، لكن هو ريفاندابل، يعني تقدر تستعيد المبلغ اللي انت دفعته. هو كمان بيجيب لك الاختيار الاكثر مرونة، تمام. هنيجي من اول تاني اختيار، ده عبارة عن ارخص سعر للطيران اللي هو فلاي ناس، تمام. نفترض مثلا انت حبيت تحجز الرحلة دي، بتعمل ايه؟ بتدوس على فيو ديلز، بيجيب لك هنا الايجنت، الوكلاء اللي تقدر تحجز من خلالهم، موقع اسمه رحلات، وينجي، ويجو دايركت، تحجز دايركت او فلاي ناس دايركت. لو دوست على الايقونة دي بتروح دايركت على فلاي ناس، تمام. فاحنا هنيجي مثلا وليكن مصر للطيران، ونكتب او نضغط على فيو ديلز. هيجي هنا جو تو جيت، في شركات او وكلاء كتير، عايزين نحجز دايركت، نختار حاجة تانية. انا بس عايز اعرفكو الفرق ما بين انك تحجز هنا عن طريق وكيل معين او دايركت عن طريق مصر للطيران. نجرب السعودي مثلا او غيره، او ممكن نفتح صفحة مصر للطيران واوريكم ايه الفرق اللي انا بتكلم فيه. فهنضغط على ايجيبت اير، هنا ننسخها، هنا اقل اختيار ب597. بس هو الفرق لو انت حضرتك عايز تحجز شنطتين، الموقع هنا بيجيب لك ارخص سعر للتذكرة، بس بتكون مقيد بحجم امتعة معين اللي تقدر تستخدمه وانت في رحلتك. فهنا في موقع ويجو بيكون شنطة واحدة، لكن لو حضرتك حابب شنطتين او خدمة معينة او تكون درجة رجال اعمال، لازم تروح على موقع ايجيبت اير وتحجز مباشرة من هناك. اكيد بيكون السعر زيادة شوية، ممكن يكون زيادة 100 ريال او 150 ريال. كمان عايز اوضح حاجة، الموقع هنا او اي من المواقع اللي هي فيها تشيبست فلايت وبيجيب لك يعني اسعار رخيصة الرحلات ويجيب لك
العديد من وسائل السفر أو شركات الطيران دي بتكون في منها كتير مش ريفاندبل، يعني تقدر تسترد فلوسك. كمان لو حجزت عن طريق موقع ويجو لازم تختار وكيل سفر يكون معروف، علشان لو حبيت تمدد رحلتك، تغير في تواريخ الرحلة أو تعمل أي حاجة، لازم يكون الايجنت ده معروف وتقدر توصله بسهولة، لأن الموضوع ده قابلني قبل كده. فلازم يكون حاجة معروفة، كل الناس اللي انتوا شايفينهم دول، المسافر ده معروف، فلاي ناس معروفة طبعا شركة طيران، لكن المسافر ده زي برضو ويجو تقدر من خلاله تحجز ويطلع لك العديد من شركات الطيران. بس كده، فانا احب اعرفكم بس الفرق اللي انا قلته لكم بتاع الشنطة والشنطتين، وكمان اختلاف الاسعار. هندخل على موقع مصر للطيران، احنا هنا حاجزين جدة القاهرة يوم 10 يناير، هنيجي هنا ذهاب فقط. وتاريخ المغادرة يبقى 10 يناير زي التاني بالظبط، وموافق ورحلات مباشرة بالغ 1. اوكي موافق. لو بتسألوني طبعا انت بتعمل ايه او ايه الافضل، انا هقول لك ادخل على موقع ويجو، شوف الاسعار، شوف انهي شركة طيران مقدمة اوفرز كويسة. بس لما تيجي تحجز وانت مهتم بموضوع شنطتين او شنطة او كده، لو انت مش فارق معاك وزن الحقائب او الشنط، ممكن تدخل عن طريق ويجو وتحجز مباشرة، ويكون كمان انت متأكد من تاريخ الرحلة ومش هتعمل اي تغيير. لكن لو انت عندك مشكلة في الشنط، محتاج عدد شنط معينة، ممكن رحلتك تتغير في اي وقت، يبقى الافضل انك تحجز عن طريق الويب سايت الخاص بشركة الطيران نفسه، دايركت مباشر زي الطيران السعودي او مصر للطيران. زي ما انتوا شايفين هنا، لو جيتوا هنا هتيجي تلاقي هنا السياحة التشجيعية 694 شنطتين. لو حبينا مثلا نقدم شوية هنا، ممكن يكون الرحلات بس يعني محدودة، نيجي هنا مثلا 17 يناير، بتلاقي هنا أرخص سعر شنطة واحدة. ده اللي أنا عايز أتكلم فيه. زي ويجو هنا، هنيجي هنا 17 يناير، ونشوف مصر الطيران زي ما اتفقنا يوم 17 الساعة 12:30 صباحا، وممكن دي كمان يطلع لك رحلات دوس عليها، هتيجي هنا زي ما قلنا show more details اللي هي عرض تفاصيل اخرى، تضغط عليها يطلع لك هنا تفاصيل الرحلة. طبعا انت لو عايز تشتغل بالعربي اشتغل بالعربية، بس انا يعني عن نفسي بفضل الانجليزي. ايوة انا لغتي العربية طبعا، بس في يعني مصطلحات او كده تعودنا عليها بالانجليزي. هنا قطعة واحدة زي ما قلت لكم، هنا قيمة الرحلة 620 ريال، هنا قيمة الرحلة 639 ريال، اختلاف بسيط جدا. فانت ممكن تدخل تحجز مباشرة، كمان لو عايز شنطتين ممكن تحجز عن طريق موقع مصر للطيران، لان هنا مش متاح موضوع الشنطتين، مش متاح موضوع الشنطتين، هو بس كله شنطة واحدة. لان وظيفة الموقع او الغرض الاساسي من الموقع ان هو يجيب لك ارخص سعر لتذكرة الطيران عن طريق العديد من اختيارات لشركات الطيران او الطيران المتاح في اليوم اللي حضرتك مختاره. فزي ما اتفقنا يعني انت هتستخدم موقع ويجو بس كمتحكم
تفضيل في اختيارك للرحلة والأسعار، وبعد كده تفتح الرحلة، تفتح شركة الطيران، موقع شركة الطيران اللي حضرتك استقريت عليه زي السعودي هنا مثلا، وتقارن ما بين السعر هنا والسعر هناك، ويكون في اختيارك العديد من الحاجات اللي انت بتفكر فيها، زي الشنط، زي ان تاريخ رحلتك ممكن يتغير او لا، ممكن عايز تسترجع فلوسك لو عايز تلغي رحلتك، كل ده لازم تحطها في الحسبان زي ما اتكلمنا. اظن كده مفيش اسهل من الموضوع هنا. لو حبيت تكمل، بس كل اللي عليك هتختار مثلا الرحلة، لو الموقع ويب سايت استمر. طبعا هنا على الشمال هنا بتلاقي تفاصيل الحجز، شروط الخدمة، سياسة الأمتعة، كل الحاجة اللي انت عايزها. هتيجي هنا هتكمل البيانات، بعد ما تكمل البيانات تضغط استمر، هينقلك على المقاعد، تختار المقاعد. طبعا مش اختيار المقاعد مش ببلاش، بفلوس. بعد ما تخلص لو عايز تزود حقائب بتزود كمان بفلوس. بعد كده بينقلك للخطوة الأخيرة وهي الدفع. نفس الكلام هنا، احنا جينا على ايجنت اللي هو رحلات، هتيجي هنا. هنا طبعا بيكون في لو عندك كود او اوفر معين بتحط الكود هنا، وتيجي هنا لو عايز في برايس دروب سيفينج، لو الاسعار اتغيرت فانت بتعمل اد عشان ما تتغيرش. الكلام ده ما برجحش بيه. وهنا بتضغط بوك ناو، السعر رخيص. هنا ستاندرد تيكت، يعني تذكرة اساسية. وبعدين تضغط ايميلك هنا، وبعدين تعمل بوك ناو. بعد كده بينقلك على الصفحة بتاعت ادخال البيانات، وزي ما اتفقنا او شوفنا في مصر الطيران نفس الكلام بالظبط، هتدخل البيانات. وبعد ما تدخل البيانات هينقلك على صفحة الدفع، وبعد ما تدفع وتتم العملية بنجاح بيبعت لك التذكرة الإلكترونية على الإيميل، وكده كده بتكون تم حجزك بشكل ناجح جدا. حبيت بس اوضح النهاردة الموضوع الحجز، لان مفيش اسهل وابسط منه جدا. وناس بتقع في مشكلة وبتروح لمكاتب وشركات وتطلب من الناس تحجز لها، فالطريقة سهلة جدا زي ما اتفقنا. واتمنى اكون وضحت الفرق ما بين تحجز من على الموقع مباشرة او من عن طريق وكلاء. حاجة أخيرة بس حابب أوضحها، أنت لو من مصر تيجي هنا تختار دولتك، سواء من مصر أو من أي دولة تانية، الأردن، تونس، أي دولة موجود فيها بتختار من هنا. وليكن مثلا احنا هنختار، أنا موجود حاليا في السعودية، هختار مثلا دولة مصر، إيجيبت، بتلاقي طبعا بالحروف اي بي سي، تمام، ايجيبت، تختار ايجيبت، واختار اللغة العربية، هو خلاص اوتوماتيك غيرها العربي. لو عايز تختار انجليزي بتدوس على كلمة اللغة الانجليزية، تمام، من هنا. وشكرا لوقتكم معايا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا جزيلا.